أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة تعلن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالكوليرا في مناطق شمال غربي سوريا إلى 812 إصابة. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من انتشار الأمراض بعد الزلزال في مخيمة النازحين بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. الجيش الوطني السوري يصد محاولة تسلل لقسد على جبهة مرعن أزبري في مدينة عزاز شمال حلب. مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين نتيجة مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح في منطقة جبريم بمحافظة حلب. وفاة سيدتين وإصابة 16 شخصا جراء تدهور مركبة على طريق قرفيس بشنانة قرب مدينة طرطوس. بعد لقائه بشار الأسد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول إن بلاده بدأت مسارا عربيا جادا لحل الأزمة السورية وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254.